المجد لله إذا الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته الان وكل وان ظهر دور امين. اليوم يوطر الاربعين للمرحوم سمير ميخائيل والمرحوم فكري شحاته والمرحوم صابر ملك والمرحومه بهيه شحاته والمرحومه عايده وهيب. الله ينيح نفوسهم ويعطينا ان احنا نتقابل كلنا معاهم في السماء في اليوم الاخير. ربنا يدينا النهارده نتكلم عن الموضوع اللي في الإبراكسيس. الإبراكسيس النهاردة من سفر أعمال الرسل الإصحاح الثالث، كانت حكاية واحد مشلول موجود على باب الهيكل. المشلول ده كان من بطن أمه، يعني هو اتولد كده وبقاله سنين طويلة واخد حرفة معينة ان هو يقعد على باب الهيكل ويسأل صدقة، يطلب من الناس اللي داخلين الهيكل كتير. إيه عشان بس نفتكر، هل ده اول واحد يطلع مريض امه ولا كان في حد تاني برضه عنده مرض معين من بطن امه؟ لو نفتكر مع بعض كان فيه، صح؟ مين؟ المولود اعمى، بالظبط كده. لكن المولود اعمى لما سمع ان المسيح معدي من قدامه، اولا المولود اعمى ما كانش قاعد على باب الهيكل، كان في مكانه في شارع من الشوارع، يعني سمع ان المسيح معدي قعد يصرخ، قعد يقول ايه؟ يا سيد يا ابن داود ايه؟ ارحم. وفضل لحد ما فعلا ربنا وقف الموكب اللي كان ماشي فيه، وقف وقالوا لهم، قال لهم كده هاتوه. فقالوا له كلمة حلوة قالوا قوي، قالوا له ايه؟ ثق قم وذا يناديك، وخف في اليوم ده خف. اما هذا الانسان اللي احنا بنتكلم عليه مولود من بطن امه مشلول، والحقيقه قاعد على باب الهيكل بقاله يعني اقول 30 40 سنه، يعني تخيلوا 40 سنه واحد قاعد على باب الهيكل. طب سؤال، هل السيد المسيح عمره ما شاف الراجل ده؟ السيد المسيح مش كان بيدخل الهيكل؟ ده كان كل يوم في الهيكل يعلم اليهود، اكيد شافه. ما الهيكل صحيح ليه ابواب كتير والمسيح دخل منها كلها، ده اورشليم كلها كانت بتترج لما المسيح يدخل الهيكل. ده في يوم حد الزعف لما المسيح طرد الباعة كل المنطقة بتاعت ترجت، مين اللي جوه؟ السيد المسيح. وهذا الرجل لم يلتفت وما حسش ان ممكن يطلب من المسيح ولا حتى يسأل عن المسيح ولا حتى يبعت مرسال للمسيح يقول له في واحد مشلول بره ممكن تيجي تشفيه. ما قالش كده. الراجل ده استقر في المكان بتاعه وهو على باب الهيكل، يقول كده على باب الله، لكن ده على باب الهيكل، قاعد على باب الهيكل ليل نهار. كل يوم الناس الحبايب يشيلوه، يقول كده يحمل كل يوم ويضعونه على باب الهيكل. يحمل كل يوم، يعني في ناس بتخدمه، في ناس بتشيله من مشوار من بيته لحد مكان الهيكل، يعني في ناس بتخدم خدمة حلوة. ايوه، بس لما نيجي نبص على العمايل بتاع الحلوين اللي خدموه نلاقي انها ناقصة شوية. ليه؟ كان المفروض يدخلوه جوه ولو مرة واحدة، انما هم كانوا بيسمعوا كلام، حطوني هنا، حاضر نحطك هنا، لكن محدش كان عنده غيرة روحية على هذا الشخص. توبته شكلها ايه؟ صلاته شكلها ايه؟ ايمانه عامل ازاي؟ كانوا بيخدموا خدمة الاكل والشرب والشيل والحط، يحطوه في اي مكان يطلب. لكن خادم الله الحقيقي كان المفروض يقول له لا، هندخل ولو حتى في الاعياد، يعني تلات اعياد كبيرة عندنا في السنة المفروض ندخل فيهم ونصلي وبعد كده اطلع اشحن، انما لازم على الاقل جوه تدخل الاول تصلي. محدش عمل كده.
قد ايه في ناس كتيرة بتخدمنا وقد ايه احنا بنخدم ناس، لكن مش بنخدم الناس الخدمة الصح، الخدمة الروحية. زي الام والاب، ايه اللي بيأكله وبيشربه وبيلبسه، بيوصلوا الولاد وبيجيبوا الولاد، طول الوقت خدمة. جميل خالص. انت هتدخلوهم جوه في عمق الحياة مع ربنا. ربنا بيقول لي كده النهاردة، اياك تشيل واحد وتحطه وبس. فين الروح القدس اللي هتوصله لولادك؟ فين الكلام اللي هتعيشهم فيه مع المسيح؟ فين الصلاة اللي هتقف تصليها جنبهم عشان يحبوني؟ مهم، الخدام كانوا بيخدموا وبيشيلوا وبيحطوا، والراجل قال بس انا كده الحمد لله العيشة كويسة، عارف اشتغل ايه واقعد فين، وبقى لي المطرح بتاعي. انتوا عارفين الشحاتين، كل واحد ليه مكانه، ما يحبش ان حد يعتدي عليه. فخلاص المكان ده بقى له 40 سنة فلان قاعد، فبقى ليه منصب المكان بتاع فلان هنا. ولأجل الاعتياد، خطية الاعتياد، لحسن دي خطية. ايه هي التعود دي؟ مشكلة كبيرة، مشكلة، لان انا ساعات بكون متعود على حياة روتينية ما بعرفش اعمل بيها حاجة حلوة في حياتي. يعني بشتغل وبتجوز وبخلف وكل حاجة، لكن لسه برضو ما حسيتش بطعم الحياة والفرح الحقيقي. واحد نقول له عامل ايه، يقول لي الحمد لله اهو شايل همومي. بجد زي الراجل برضو المقعد المشلول، ما هو ده برضو شايل همومه. طب ليه ما تخليش المسيح يشيل الهموم بتاعتك؟ مش المسيح قال كده؟ قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وايه، وانا اريحكم. ولكن انت ما طلبتش ليه؟ ليه ما طلبتش من الله شفاء؟ ليه شايل همومك وماشي بيها وكل يوم في بكا وحزن وبس، والايام بتعدي عليك من حزن الى اخر؟ ليه في يوم من الايام قلت كفايه حزن، انا من النهارده هبتدي بدايه جديده مع الله، وهبتدي اطلبه ان هو يفرحني الفرح الحقيقي الداخلي اللي حسسني ان انا عايش عيشه مبسوطه، عيشه فيها فرح. والحقيقه ان الراجل بالرغم ان هو متالم كل يوم وفعلا محتاج يشحت بصراحه، يعني اي واحد مشلول في الوقت ده ما كانش عنده تامينات وما كانش عنده رعايه اجتماعيه من اي جمعيه، كان لازم يشحت. طب اشحت، ولكن الشحاته بتاعتك ما تبقاش كل الحياه، ما يبقاش الشغل بتاعي طاغي على حياتي الروحيه. يعني يا ريت حتى نعلم ولادنا بس اللي بيذاكر مش عشان يتذاكر وبس، ومش عشان تنجح وبس، انت مش عايش عشان كده. نعلم ولادنا ان هم عايشين لهدف اسمى واعلى واحلى، ان هم يوصلوا السماء. نعلم ولادنا من الطفوليه من الصغر، نقول لهم بصوا احلى حاجه بقى في الدنيا ان انت تعرف ربنا، احلى حاجه، احلى من ان انت تطلع دكتور، احلى من ان انت تطلع وزير، احلى من ان انت تكون رجل اعمال. الحياه مع ربنا احلى حاجه، وبعد كده ذاكر عشان تفرح المسيح اللي بيحبك. ونقول لهم كده اشتغلوا وتعبوا عشان تعلوا اسم ربنا في وسط العالم. يا ترى بقى الراجل ده كان بيعلي اسم ربنا؟ لا الحقيقه، حتى ان المسيح مكتوب عنه ان هو كان يشفي المحتاجين الى الشفاء، صح؟ والمحتاجين الى الشفاء شفاهم كل الناس، لدرجة كان يمشي المسيح ويقعوا الناس عليه يرموا نفسهم عشان الزحمة، مش عارفين يطلوه بالذوق يطلوه بالعافية، فكانوا ينطوا كده ويهجموا هجوم على المسيح، والمسيح سايب نفسه ليهم علشان يديهم بركة وفي الاخر يشفي كل الناس بالالاف. طيب وانت بقى يا مفلوج؟ الواحد يبص لنفسه كده، وانت يا نفسي اتعودتي ليه على القعاد بره الكنيسة؟ ما انا ممكن اكون بدخل الكنيسة ولكن لسه انا برضو بره الكنيسة.
ودي الحقيقة الآفة اللي بتصيب الخدام والكهنة، ما اكدبش عليكم يعني، والشمامسة والعاملين بالكنيسة. ايه بقى؟ ان انا بكون الاسم قريب من الكنيسة لكن الفعل لا مش قريب. بكون قلبي متعود على الصلاة او سامع وحافظ الحان ياما، تسبيحات ياما، ياه طقس مظبوط وعارف الاعياد كلها، ولو حد غلط في ميعاد يا سلام ده انا اقول كلام، لكن لسه جوه الكنيسة مش بكلم المسيح اللي بحبه، ويمكن ما شفتش المسيح خالص، وعشان كده كنت خايف وقت الاربعين يوم بعد الرسامة على طول، كنت خايف جدا. فجي احد الاباء الكبار اللي بقاله يمكن كان ساعتها حاجة وثلاثين سنة كهنوت، جه يزور الدير بركة، قعدت معاه خمس دقايق. السؤال الوحيد اللي سألته له، قلت له يا ابونا حللني، انت مش بتزهق؟ انت بقالك حاجة وثلاثين سنة بتقول نفس الكلام في الكنيسة، هو نفس القداس ما بيتغيرش في حرف، هي نفس الأشية، ده انت يمكن كلامك محفوظ خالص، يعني انت ممكن ما تكونش بتقول كلام جديد. قلت له انت مش بتزهق؟ قال لي يا ابونا ازهق ليه، انا بعتبر كل يوم بتكلم فيه مع ربنا من اول وجديد، كأني لسه جديد، كأني لسه عارفه جديد، وبقول له الكلام ده من قلبي خالص، فعمري ما زهق، بالعكس ده انا ببقى مشتاق ان انا ادخل الكنيسة كل يوم. شوفوا الراجل، شوفوا الاب الحلو، شوفوا الانسان الحلو. يا ترى النهاردة الاجبية بتاعتي اتحولت لكتاب روتيني؟ لما بفتح الاجبية بتاعتي وبصلي هي نفس المزامير، لكن المشاعر هي ولا بتقل ولا بتزيد؟ الواحد يسأل نفسه، لحسن اكون اتحولت اير كنيسة، الجرس اللي متعلق في المنارة لازق في الكنيسة، جسمه مربوط في الكنيسة، وبيدعي الناس للدخول للكنيسة، وبيرن كل يوم جمعة وكل يوم حد وكل قداس، لكن هو نفسه ما دخلش الكنيسة، جرس متعلق بعيد. فاهمين؟ يعني ربنا بيقول لي اياك تتحول الى الانسان اللي بيعبدني من الخارج قلبه، فمبتعد عني بعيدا. والحقيقة المشكلة كانت ان التعود ده خلى المفلوج يقع في عدم ايمان، قلة ايمان. بيقول للناس اللي داخلين صلوا لي وادوني بركة ماشي، لكن هو من جوه لا يقتنع بهذا، وما يصدقش ان في حد عنده موهبة روحية خالص. طب مش عرفني انا قلت كده ليه؟ ما يمكن برضو عارف ان الناس فيهم مواهب روحية. لا، الحقيقة لما وقف قدامه بطرس ويوحنا عدوا عليه كده، بص في بطرس الرسول والراجل مستني يدهم في جيبهم ويطلعوا له حاجة، الحقيقة ما عملش كده، بطرس ما عملش كده، ما كانش في جيبه حاجة، الحقيقة كان مفلس، لان كل الرسل مفلسين من فلوس، هو المسيح ارسلهم بلا زاد وبلا فلوس ولا بلا حاجة، قال لهم لا تأخذوا معكم كيسا ولا مزودا ولا حاجة ولا أحذية في الطريق، يعني ايه ما عندهمش يمكن بيوب. طب وبعدين؟ ما كانش متوقع ان واحد منهم يكون في قوة من الروح القدس. فبطرس الرسول فاجئ الراجل ده بكلام، قال له ايه؟ قال له ليس لنا ذهب ولا فضة ولكن الذي لي فإياك أعطي، قم واحمل سريرك وامشي. الحقيقة الراجل ما مشيش، دي المفاجأة، ما رضيش يمشي، ما عرفش، إيمانه ضعيف، ربنا خففه ولكن هو مش قادر يقف. فاضطر بطرس الرسول يشده من ايده يقومه، فمد اليه يده واقامه. قومه ليه؟ لان هو مش حاسس ان ينفع يخف، ما عندوش ايمان خالص. وبالرغم من كده بطرس عمل له معجزه وقومه، في الحال تشددت رجليه وكعباه ووقفا. لازم الزقه دي. ساعات ربنا بيقول لي حاجات كتير، يقول لي كده انا بحبك، سمعتها كتير مش مصدق، هشفيك،
لا خلاص برضو مش مصدق. هنجحك يا ربي. صحيح انت هتنجحني؟ اغفر لك خطاياك؟ معقول كل البلاوي اللي انا عملتها وتغفرها؟ واحد مش مصدق حاجة من كلام ربنا، حتى ان كلمة انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر دي بقت كلمة روتينية، واحد برضو مش مصدق. اما المسيح يبعث لي خدام لحد عندي يقولوا لي اقف على حيلك، اقف واحمل سريرك وامشي. ربنا بيحبني بالرغم قلة ايماني، ربنا بيحبني بالرغم من حياتي الوحشة، ربنا بيحبني بالرغم من الروتينية والتعود الوحش بتاعي، حتى لو كانت فيا كل العيوب ربنا برضو لسه باقي علي، وبيبعت لي مراسيل كما لو كنت لسه اول مرة اشوفه. ساعات الواحد لما ينادي على واحد معين يقول له يا فلان 10 مرات ورا بعض وهو ما يردش عليه، او انا هزهق اكيد يعني، خلاص مش هنادي عليك تاني. ربنا بينادي علينا من ساعة ما اتولدنا لحد دلوقتي، ويمكن مرات قليلة جدا اللي قلنا فيها رب حاضر، مرات قليلة، لكن ربنا مش زهقان مني. ولو ربنا كان زهقان من الراجل ده ما كانش خففه، ما كانش بعت له لا بطرس ولا يوحنا عشان يخففوه، كان سابه قال له عقابا على عدم ايمانك ما انتش خافف، خليك كده. ربنا ما عملش كده. ربنا جميل لان هو فتيله مدخنه لا يطفئ وقصبه مردوده لا يقصف. النهارده في امل فيا مهما حصل وبعدت عن ربنا، ومهما كنت يائس من حياتي الروحيه، مهما قلت ان انا فين والقديسين دول فين دول تانيين، لا في امل، في امل ربنا يغير كل واحد. بس المهم كل واحد يحط في باله الموضوع، يقول في باله انا لازم احب ربنا. النهارده المسيح سأل بطرس وقال له سؤال واحد، قال له اتحبني؟ بس كده. ربنا بيسألك النهارده وبيسألني، اتحبني؟ اتحبيني؟ وانا داخل الكنيسة ربنا على الباب يقولي اتحبني، وانا خارج من الكنيسة يسألني تاني بعد ما كنت خدت جسده وخدت دمه، بيقولي ايه اتحبني؟ المفروض طبعا اقول له نعم. عشان كده ربنا بقى النهاردة نطلب منه بإيمان يدينا قوة، يدخلنا جوه، ما يخلينيش قاعد زي المفلوج المرمي بره ومش عايز يدخل. ربنا يقومنا على حلنا، يخلي منا قديسين. نطلب مع بعض كلنا من النهاردة ان سنة 2015 تكون سنة حب للمسيح، سنة حب للمسيح. نقول له علمني احبك، دخلني في العمق في الحب ده، وعشان احبه لازم اسمع منه رسالة يومية واقرأ الانجيل كل يوم، لان ما ينفعش احبه عمياني، ما ينفعش، لازم اسمع منه حاجة على الاقل عشان احبه، لازم احبه حب عملي، احبه حب عملي، اسمع منه كلمة واخدمه واكلمه كتير وبانتظام كل يوم. ربنا يدينا كلنا ان احنا نبتدي بداية جديدة في 2015، وتصير هذه السنة سنة فرح وسنة اثمار. ربنا يدينا فيها كلنا نبقى عندنا ثمار 130 و60 و100 لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور، آمين.